الدور تم توجيه 4 سيارات وهذا الوصول الى موقع الحريق. تبين ان الحريق عباره عن عماره تجاريه مؤلفه من 4 طوابق. الحريق حدث في الطابق الثالث وهو عباره عن مخزن للمواد الكهربائيه. عند وصول فرق الاطفاء الى الموقع باشوا تسليخ مواد الحريق وتم اسدادهم ب6 فرق اطفاء ثانيه اخرى لحصر الحريق ومنع النار من الوصول الى المصرف الرافدين المجاور. وبحمد الله وبفضله تم المحافظه على المصرف ولم يتاذى باي شيء.